السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، الله يعطيكم العافية. طبعا وياكم عبد الله السالم، معي حبيب المرعي. راح نبدأ اليوم اللي هو الاختبار النظري الأول. طبعا احتمال انه في أسئلة كثيرة تجي من تجي في الاختبار النهائي، حاليا احنا في الاختبار النهائي، زين، فاحتمالية كبيرة انه يجي من. فاللي بنسوي حاليا هو ان احنا راح نختبر هذا الاختبار وراح نفصل فيه ونتكلم عنه. قبل ذلك ارجو منكم الاشتراك في القناة مع اللي هو تفعيل مع ابداء الاعجاب هذا الفيديو وتفعيل الجرس، يعطيكم العافية. الان طبعا في اضافة جديدة حلوة سويناها، ان اذا ضغطت هنا راح يجيب لك اللي هو التجميعات بشكل مباشر، ممكن انك انت تراجعهم قبل لا تختبر، واضح؟ فهذه اللي هو اضافة جدا ممتازة. بالنسبة حق الاسم راح اكتب عبد الله وحبيب، زين. اللي راح نسوي حاليا نحن راح نختبر الاختبارات القديمة، وايضا راح نعرج على الاشياء الجديدة كاختبارات. طيب الحين اللي هو الشيء الاول اللي هو الفصل الاول اللي هو تدريب، نقدر نقول هذه اسئله من اجتهادنا، زين، راح نجاوب عليها. Which statement is true about ASA CLI and iOS CLI commands؟ المقصود هني شنو المقصود يا حبيبي توقع؟ كبر شوي، خلينا نشوف. خليني اشوف لحظه بس. شن هي العبارة الصحيحة about ASALS مع iOS؟ اي اها فهمتك، هني طلع لي التجميعات، انا محتاج التجميعات. اي اها فهمتك، اي فهمتك. طيب الان خلنا نشوف اللي هو المقصود. فاحنا بنقول له شنو؟ كبر شوي بس. اوكي كبر، صح نسيت كده، كويس تمام. طيب اثنينهم يدعم التاب، طبعا فيها ميزات عده بس هنا اثنينهم يتعبون يدعمون التاب كي، زين، اثنينهم يتعبون اللي هو زر التاب الموجود على لوحه المفاتيح، واضح؟ فهذا اللي بنضغط عليه. طيب هنا يقول لك which three security features do ASA models اللي هو 5505 و 5510 support by default. شو اسمه يدعمون by default اللي هو ذيلي النوعين؟ الديفولت VPN والتيتفول والانتروجن في بريفنشن سيستم هو IPS. اي يدعمون اللي هو الستيتفول فاير بيس فاير وول، ويدعمون ايضا الاي بي اس اللي هو انستركشنز بريفنشن سيستم، وعندنا الفي بي ان كون سيترت، صح؟ هذا اللي يدعمونه. طيب هني عندنا اللي هو السؤال الثالث، سيسكو تراست سيك از سولوشن اند architecture for security group based access control which means. شنو المعنى لها؟ يعني طبعا دي ثلاثة أسئلة متشابهة مثل بعض. group based اللي هي on destination، group based إذا شفنا group based شنو بنحط؟ group based source السورس والديستنيشن، اللي اخرها سورس ديستنيشن، اخرها سورس ديستنيشن، هذه كذي صح؟ سورس ديستنيشن الثالثة. فهمتك، لحظات بس ماشي. يقول لك what are the set of commands that is used to propagate native SGT on Castrels اللي هو 650 شنو نختار له؟ طبعا الكاتاليست، قلنا بدايتها الكاتاليست بدايتها بلاتفورم، اللي اول امر فيه بلاتفورم. اول امر فيه بلاتفورم، ها ايوه اللي هي الدي، اي اللي هو البي دي، ها كاتاليست اللي شفتوها يا شباب بلاتفورم معناته، واضح؟ زين
هني يقول لك what are the set of commands that is used to propagate اللي هو native SGT on iOS switches 3750X هذه يعني رول بيست يعني سويتشز يا شباب 3750X مباشرة نحط رول بيست اوكي يا شباب رول بيست طيب الحين اللي هو what are the set commands that is used to propagate native SGT on iOS switches Nix Nox شنو الأخطاء على دي؟ الدين جت وان اللي هو ال شو اسمه النكسس اللي أول أمر فيه جت وان جت وان هذه صح؟ أيوة اللي فيه أمر دوت النكسس جميل زين هني يقول لك سيسكو تراسك is used to classification SGT is assigned at ingress then dynamic or static at what اللي هو iOS layer these classifications are applied. هذا layer 2. layer 2 ها؟ يعني إذا شفنا هذه نقول layer 2. Yeah, what is layer؟ ما في أسئلة عن layer كثير، ما في سؤال أو سؤال عن layer. أها. أوكي. ما في يعني شيء يضيعنا كثير في layer. فهمتك. طيب هني أيضا عندنا سؤال. يقول لك السيسكو تراسك is used to classification SGT is assigned at ingress dynamic what can be used to achieve dynamical mapping انا اتذكر دي سي ام دي تقريبا ولا احنا عطينا 6 بي بس ما ادري هل هي ممكن يكون شنو هو الاكس اس الاس اكس بي ذا بروتوكول هنا مو بسؤال عن بروتوكول هل ممكن يكون الماك والله ما ادري ماك وين الماك انت كان قلت لك بس سؤال وحطيت اسمي كذي وطلع خطا والله ما اتذكر حقيقه ما اتذكر لان اس اكس بي بروتوكول احنا حطينا اس اكس بي الاخيره بس ما ادري هل هو الماك او الاس اكس بي ما ادري ما ادري لا نحن اعتمدنا هذا الاس اس بي ولا انا ادري والله زين سيسكو ترانسك از يوزد تو كلاسيفيكيشن اس جي تي از اسايند ات انجريس دايناميك اور ستاتيك ات يوزد ا فايل ان ذا لوور لاير تو اساين اس جي تي فاليو which is the field called اللي هو يسمى ميتا داتا اللي هي الوسط ميتا داتا اي واحده الوسط دي هذا اي سي ام دي يسموها الميتا هذا اختصار حق شنو سي ام دي كوماند ميتا داتا بس ما ادري الاس شنو هو ميتا داتا الام دي يمكن سيسكو سيسكو ميتا داتا اجا سيسكو ميتا داتا شكل سيسكو ميتا داتا اوكي فهمتك زين هني اللي هو يطبق مفهوم السياق لا خلينا نكتبه بالانجليزي ISE employment security context concept which of these is not part of it قلنا consistency 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 ايش اسمه ذا التناسق consistency consistency ايوه
بقول لك هني شو اسمه سيسكو ترانسيك از سولوشن اند اركتكتشر فور شو اسمه ذي اوثنتيكيتد نتورك انفراستراكشر which means it's not out there. يا حبيب ثوان بس بجودي ماي باتشي الاوثنتيكيشن ال البير البير وين هي كلمه بير اللي فيها بيرز كرييتنج اللي هي قبل الاخيره قبل الاخيره هذه الاوثنتيكيشن البير يعني اذا شفنا اوثنتيكيتد معناته على طول نختار البير ايه اوثنتيكيشن البير جروب بيست ديستنيشن اند سورس يبقى عندنا انكريبشن الماك ماكسك انكريبشن انكريبشن راح نستخدم اللي هو الماك الماكسك الماكسك اوكي هي موجوده اتوقع الماكسك موجود خياره هنا اي هذا هي موجود اي هذا هو الماكسك بس مثل الماكسك انكريبشن مو بحق اوثنتيكيشن اوكي تمام والسورس فوق حق جروب بيست اها جروب بيست اوكي ثلاث اسئله على نفس واحده فيها اوثنتيكيشن ولا جروب بيست ولا انكريبشن ثلاث خيارات موجوده يمك يعني ان شاء الله ما نضيع زين يقول لك وات از ا دي difference between ASA IP version 4 access lists and iOS اللي هو IP version 4 access lists شنو القصد هنا هنا اللي موجود اللي هو الـ ASA يستخدم subnet mask والـ iOS يستخدم wide card mask اللي هي الأولى الأولى ASA access list used a master اللي هو subnet mask in defining اللي هو a network where is عدران iOS access list use the wild card mask okay يعني ال access list يستخدم اللي هو ال wild card mask صح بينما ال ASA اكسس ليست يستخدم عذرا الاي او اس يستخدم الاي او اس والاي اس اي اللي هو ماسك سبنت ماسك والاي اس اي يستخدم السبنت ماسك جميل جدا جميل زين لحظات بس بجيب لي ميها هنكمل الان عندنا هذه جوابنا عليه الان الجواب السؤال 13 يقول which type of knot would be used on an ASA where اللي هو 10.0.1.0.24 اللي هو inside addresses are to be transited only in traffic from these addresses is destinated ها for the اللي هو 128.98.133.219.0 network شو رايك حبيب شو القصد من السؤال السؤال 13 البوليسينات ها ليش اخترت بوليسينات ها حبيب هل في شيء نتذكره في الاختبار ونختار بوليسينات حبيب موجود حبيب طيب الان بوليسينات ليش اخترت بوليسينات حبيب لا هذا قلت كلامنا عن هذه لانه ممكن انا وجود شو اسمه يعني الاستاتيك والدين ما تقدر لان اصلا من اسئله سيسكو ذي ماخذينها احنا فهمتك بس احنا ربطناها لانه موجود اي بيات موجود محدد اونلي ترافيك فقلنا بوليسينات
يعني دلنا عليها اونلي ترافيك، يعني شغله ما كشيء دليل هنا ما ادري انا افهمها ولا ادري عنها. اوكي الان يقول لك وين اللي هو دايناميك نات اون ان اللي هو اي اس اي از بينج configured what two parameters must be specific اللي هو by network objects. اتوقع ذا بول بابليك والاخير اللي قبل الاخيره range private address the IP transmitted. شنو اي واحده الوسطيه وقبل الاخيره هذه اللي هي ذا بول اوف بابليك global addresses. ليش اخترت هذه؟ ما ادري اسوي تسكت اتوقع هذا هو يحدد والرينج برايفت ادرس الرينج اللي قبل الاخيره اي اللي قبل الاخيره الرينج اوف برايفت ادرسز زين ذات ويل بي ترانسيت وعندنا ذا بول اوف بابليك global addresses. واضح يا شباب فتختارون دي الثنتين. عندنا هني اللي هو what is characters then of ASA security level. لا ما هي خاصية مستويات الأمان زين what is وقد اللي فيها accessibility اللي هي الأولى accessibility اللي هو الأولى ها بس ما نفهمها أصلا أن هو يقول لك هنا أن الانترفيس lower security level 2 interface higher. يعني ما أدري يعني من lower إلى higher مسموح كيف ما تدري. يجب تكوين قائمة التحكم بالوصول ASA للسماح صراحة بحركة المرور من واجهة ذات مستوى أمان أقل إلى واجهة ذات مستوى أمان أعلى. زين فهمت عرفت قصده فيه. ها شو اسمه يقول إذا تبي طبعا اللي عادة ما يحتاج أكسس ليست شنو إيه من مستوى أعلى إلى أقل مسموح ده آه. من كبير إلى صغير مسموح إيه فهمتك هنا من صغير إلى كبير لازمك أكسس ليست آه. الأكسس ليست أنك من صغير إلى كبير لازم تسوي أكسس ليست حق تسمح من صغير إلى كبير فهمتك جميل جميل زين هني خلينا نشوف اللي هو a network administrator is configuring an extended access list on an ASA device with the command زين هني عندنا اللي هو سيسكو access list out to an extended remit اللي هو protocol عندنا هذه الاي بي زين وعندنا الماسك وهوست والهوست يكون اللي هو هالحكي فويش هذي what two options can be used for the keyword protocol HTTP وال ICMP HTTP وال ICMP يا شباب refer to exhibit then an administrator has configured an ASA 5505 as indicated but is still unable to ping the inside interface from an inside host. What is the cause اللي هو of this problem. شو رايك حبيبي شو اسمه ده هنا في صورة طبعا نشت داون كوماند المفروض يكون قبل الايثرنت بعد الايثرنت وين هنا في الصورة بي ده نشت داون كوماند بي وين نشوفها طيب هنا في الصورة وين هي NSH نشت اي سطر أيوة هذا أي نوشات هذا أنا نشوت نوشات ها دي المفروض تكون بعد الإيثرنت ما تكون بعد الانترفيس تكون بعد الإيثرنت وين هي الإيثرنت طيب؟ إيثرنت إيه هني كاتب لك تحت انترفيس إيثرنت مو هو بالانترفيس الفيلان اللي هي حقت شو اسمه اللي هي نكتب فيها الفيلان
اها اي فيكون النقطة الثانية اللي هو the node shutdown command should be entered on interface ethernet، يكون في الاثرنت ما تكون هني. زين بينما هني ما موجودة في الاثرنت. طيب يا شباب فهمت، فاستبغى الاحداث هو حط نو شت داون قبل الاثرنت. طيب what is the purpose of the web type ACLs in an ASA؟ هذا الـ SSL في VPN. ذا السؤال احنا ذكرناه في الاختبار الماضي. اها. وهو موجود في الشابتر اللي احنا قاعدين نذاكر فيه. اها فهمتك. لو حق ACL وتقسيمات الـ ACL في تقريبا اربعة اقسام وكل واحد له ميزات، من ضمن هذه فلتر كلاسينج اللي هو الويب تايب اس اس ال في بي ان اللي هو الثانيه. ثانيه هذه فلتر ترافيك فور كلاينت ليس اس اس ال في بي ان يوزرز، صحيح؟ مضبوط مضبوط. What is the length of Cisco ICE STG؟ 16 بت الثانية. 16 بت ما بايتس يا شباب انتبهوا، بت زين 16 بت. زين هني يقول لك Cisco ISE supports context based access controller policies by employmenting. شو رايك؟ Security group tag الأخيرة. Security group tag أنا جابها لي في الاختبار ده اللي هو باختصار يا شباب انتبهوا، يعني احتمال يجيب لكم SGT. أيوة SGT انتبهوا من النقطة. فعلى أي حال اللي هو Cisco ICA support context based، context based مباشرة تقولون SGT. زين access controller policies by employmenting. زين هني يقول what is the most trustworthy security level that can be configured on an اللي هو ASA device interface؟ ايش رايك؟ ايش رايك انت يعني سكيورتي ليفل اعلى شيء كم؟ اعلى شيء يعني في السكيورتي ليفل بس هني تراست وورثي اكثر موثوقيه. تراست وورثي يعني هني اعلى موثوقيه في سكيورتي. ايوه 100 معروفه بس 100 اعلى شيء يعني. نحفظ هذه الكلمه يا شباب، نحفظ هذه الكلمه اللي هو تراست توروثي معناته الجدير بالثقة. زين أو الأكثر موثوقية. زين فالأكثر موثوقية في اللي هو السكيورتي ليفل هو 100. واضح يا شباب؟ زين where is an IP address configured on an اللي هو ASA 5505 device؟ ها حبيب SVI اللي هي سيرفيس فيرتشوال انترفيس، اتوقع في سيرفيس او مو فيرتشوال انترفيس ما ادري. سيرفيس فيرتشوال سويتش فيرتشوال انترفيس. سويتش فيرتشوال انترفيس. سويتش فيرتشوال انترفيس اللي هو هذه هي الإجابة الصحيحة حق السؤال where is an IP address configured on. ممكن يجيبها لك كتابة ما يجيبها لك اختصار. يمكن إيه. توقع كل شيء. يمكن إيه ممكن. إنزين هنا يقول لك refer to the exhibits. زين the capability of identity network devices and store its information in an اللي هو internal
database is named. شو قصده هني؟ name profiling. profiling ها إيه. الأضافة الأخيرة profiling. إيه profiling في كلمة مفتاحية نحفظها في السؤال. والله مثلا database name اسم ال database name. database أتوقع دي إحنا أخذناها من رسمة الإجابة. إيه من رسمة. من رأسنا. A network administrator is working on the implementation of the Cisco modular policy framework on an اللي هو ASA defines the administrator issues a clear service policy. Command. What is the effect after this command is entered? شو رأيك يا حبيب؟ ال service policy. أي واحدة فيها؟ هذه. ذكر. Static data remove. اها. ال service policy static. statistic اللي هي احصائيات قلنا اتوقع or surface policy statistics data are removed. زين ليش المقصة طيب ولا الكلمة المفتاحية ممكن هي تكون ما من انا ما متكرر يعني ما محتاج تحفظ لما تحذف انت وتغير في السؤال شنو انا من ان شاء الله لما clear surface policy شو اللي يصير في شيء بيصير في البوليسي لما انت فالمفتاح خلاص هي بوليسي ستاتستيك داتا ريموف. اها فهمتك. What are two factory default configurations on an ASA 5505 choose to VLAN 100 الفيلان يوقع واحد البوت الثاني البوت هذه الثاني البوت فيلان وان is assigned a security level of 100 طيب والثاني الثاني البوت اللي هو الوسطي هذه الدي اس بي بوت كونفيجر انترنت ايوه ده بوت از كونفيجرد تو الاو انترنال هوستس تو اكسس ريموت نتوركس through an ethernet اللي هو interface صح هني اللي هو a network analyst اللي هو needs to rest on ASA 5506X defines to its default as shipped state after the next reboot. What is the minimum length of time the rest bin should be pressed to take this effect? شتت يا حبيب؟ ثلاث ثواني. 3 سكند. كم يحتاج حق تعمل له ريست 3 سكند. اي يحتاج بس ثلاث ثواني اللي هو 5506. زين اكس in order to tag packets using security group tag for the devices that support these feature the flowing protocol is used هنا بروتوكول اللي هو الاس اكس بي هنا السؤال عن بروتوكول هذا الاجابه اس اكس بي الثانية. أها هني طيب وين الكلمة المفتاحية لها؟ following protocol. Protocol protocol حق إيش اسمه؟ The following protocol is used. طيب. What two pictures must match between ASA devices to implement a failover? configuration choose to. شو رأيك؟
اللي هو device model والamount of RAM. شنو device model؟ الamount عدد، يعني عدد الرامات ولا حجم؟ مو بحجم الamount. amount عادة عدد. عدد يعني عدد الرامات مو بحجمهم. إيه اللي عارفه إن كمية الرامات. عرفت. بس ما أدري بالضبط. ممكن له على الآخر. طيب. زين فعندنا device model وعندنا ال amount of RAM. زين الآن آخر سؤال لهذه الأسئلة. What command defines a DHCP bool that uses then the maximum number then of DHCP client addresses available on an اللي هو ASA 5505 that is using the base license. شو المقصد هني؟ هو صحيح في عدد الاي بيات الموجوده يمك، شنو الصحيح؟ والله ما ادري حقيقه. الدي اس بي كم عدد الاي بيات المفروض؟ 32 32. شوف العدد الصحيح من 10 الى 50 مستحيل 30. اها من 10 ل 100 لا 25 ل 56 هو اقرب شيء. ما عندنا 56 25 30 الى 56 هو اقرب واحد. 56 30 تسأل الثالث اللي هو الغاب الاخير. هذه صح؟ جيد جدا. الان خلينا نروح حق هذه ايضا هني في اسئله سيسكو ذي. زين ممكن تشوفون التجميعات عن طريق هذا الرابط، راح تجي لكم التجميعات بشكل مباشر. ممكن انكم اللي هو تذكرونها قبل لا تبدأون الاختبار. زين وايضا يمكنكم شو اسمه الاستماع حق المحادثة او عذرا اللي هو مشاهدة المذاكرة بين وبين حبيب في هذه الاسئلة نفسها. زين طيب حبيب هني شنو السؤال يقول؟ يقول لك وين دايناميك نات on an ASA is being configured, what two parameters must be specified by network objects? Choose two. The bool and range of private address, I think. Hey, this is the same thing. This is the same thing. زين يا شباب المكرر دايناميك داتا. طيب في كلمة مفتاحية specific by network objects. then which two statements are true about ASA standard access list اللي هو الأخيرة الـ OSPF والثانية they are الأولى الثانية والأولى اتوقع الاولى والله انا مضيع بس ذا ايدنتيفاي اونلي ذا ديستنيشن اي بي ادريس الاولى ذا انا ذا ايدنتيفاي اونلي ذا ديستنيشنز اي بي ادريس هذه اللي حبيبي زين اللي هو ذا ايدنتيفاي only the destination IP address صح؟ طيب نكمل حبيب. which special hardware module when integrated into ASA provides advanced IPS features ايش رايك؟ ال IBS IBS AIB Advanced Inspection بالضبط AIB هذه شمع. انزين يقول لك refer to exhibited
A network administrator is configuring the security level for the ASA. What is a best practice then for assigning the security level on three interfaces? زين شنو التصرف الصحيح عشان نسوي حق الانترفيسز؟ الرسم طبعا غلط، هذه الاختيارات خاطئه في ذا السؤال. اي بس عندنا الرسم غلط زين، لان قلنا 88 ما خلاص الاشاره ما تروح بين الاثنين. اي فما دخلها ما في الافضل هني طبعا ان هي تكون اوتسايد صفر والانسايد 100 والدي ام زد اللي هي تكون 50 صح؟ اي مضبوط. طيب يقول لك هني a computer company is deploying a new network design in which the border router has three interfaces. Interface serial 000 connects to the ISP gigabyte Ethernet 00. Connects to the DMZ and gigabytes اللي هو DMZ 01 connects to the internal private network. Which type of traffic would receive the least amount of inspection have the most freedom of travel؟ شو القصد هنا أصلاً؟ يقول لك شنو هي الـ الإشارة اللي راح تأخذ أقل فحص وعندها حرية في الانتقال اللي هي اللي من الانسايد إلى أي جهة؟ من الانسايد؟ هاي واحدة. Traffic from private network to DMZ. أول واحدة. أول واحدة traffic that is going from private network to DMZ صح؟ private اللي كان هو الانسايد. أها طيب هني يقول لك وين وين أسيسكو IOS zone. زين هني يقول لك من ال private network إلى DMZ. طيب هني يقول لك وين السيسكو IOS zone based policy firewall is being configured, which two actions can be applied to a traffic class. شو رايك؟ inspect to drop. Inspect وdrop التفتيش وعند الإسقاط. زين inspect وdrop refer to the expanded a network administrator is configuring an object group on an ASA device. Which configuration keyword should be used after the object group name surface one. هذا توقع TCP. TCP ها؟ جميل. In the implementation of network security, how does the deployment of a Cisco ASA firewall differ from a Cisco IOS router? ASA support interface. ASA devices اللي هو support interface security level. فنو مفتاحية شنو هني؟ الفرق بين شو اسمه؟ هذا الفرق بينهم ها؟ الاسA والISO ان الاسA تدعم اللي هو الانترفيس سكيورتي ديفايس. زين
الآن خلينا نشوف أيضا اللي هو السؤال اللي تحته، يقول لك refer to the exhibited a network administrator is configuring but on an اللي هو ASA device to enable internal workstation to access the internet which configuration command should be used next. Refer to the accepted an administrator creates اللي هو three zones A و B و C then in an ASA that filters traffic. Traffic organizing اللي هو شو اسمه from zone going to zone C is denied then and the traffic organization from zone B going to zone C is denied. What is a possible scenario for zones A و B و C؟ شو رأيك يا حبيب؟ السي انسايد، السي يكون انسايد الاخيره اي هذه اللي هي السي يكون انسايد واضح فال ما في المرور وهي الانسايد ايوه فبتكون البي هي الاوتسايد والاي هي اللي هي دي ام زد زين بس عليك انك تحدد السي وبعدين يكون الباقي كلهم صحيحين زين. What are three characteristics of ASA transparent mode? شنو الأشياء الثلاثة أو خصائص الثلاثة في ASP transparent mode؟ transparent شنو اللي قلنا عنها ثلاثة؟ bomb هو اللي البامب ايوه اللي هي بامب ونات ان ذا لاين سبورت وسبورت ونات سبورت نات سبورت في بي ان كيو اس وين هي ذي الاولى الاود ايوه ذس مود ديزنت نوت سبورت في بي انز كيو اس اور دي اتش سي بي زين ريلي وانفيزبل تو اتاكر هذا ترانسبيرنت والثالث شنو اللي هذه قبل الاخيره هذه ها ان ذس مود ذا اي اس اي از انفيزبل زين تو ان اتاكر زين فهالشكل اتاكر واير اللي هو دي اتش سي بي ريلي اوكي. Which statement describes a difference between the Cisco ASA IOS CLI feature and the router IOS CLI feature? الثانية. يحتاج دو IOS يحتاج دو الـ ASA ما يحتاج على طول مباشرة داخل الأمن. To use a show command in a general configuration then mode. ASA can use the command directly then ASA يكون directly then اللي هو whereas a router will need to enter
the do command before issuing the show command. صح نحفظ هذه directly. صح هذا اللي تهمنا اللي هو عن ASA. زين والثاني شنو حبيب؟ تو شو الثاني يحتاج دو the do command before issue do command. Do command نهاية السطر. ايه هني والثاني اللي هو do command. زين before issuing the. طيب refer to the اللي هو extend network administrator is configuring AAA implementation on an اللي هو ASA device. What does the option like 3 indicate? ما حبيبي شو رايك اللي هي ذا انترفيس نيم؟ اي واحدة انترفيس نيم ذا انترفيس نيم محل المفروض يكون انت اسم الانترفيس. ذا انترفيس نيم هني هو يعني في الصورة ويش اللينك اللي هو انترفيس نيم. اوكي جميل جدا. خلنا الحين نروح حق اللي بعدها. What is needed to allow specific traffic that is sourced on the outside network of an ASA firewall to reach an internal network? تراك حبيب هذه الـ ACL هذا الـ ACL وانت تحتاج حق تسمح حق إشارة معينة محددة بالمرور من الأوتسايد إلى أي شباب تحتاج الـ ACL لقوائم الوصول Access List. اي What's needed traffic start شنو الكلمة المفتاحية توقع ريش الوصول ريش آن انترنت اللي هو انترنال نتورك عشان توصل الوصول الى اللي هو الشبكة الداخلية. then الان يقول لك refer to the extend اللي هو what will be displayed in the output of the show running config object زين command after the extended configuration اللي هو commands are entered on an ASA 5506X. شو القصة؟ له الرينج اللي من 10 إلى 20 هذا الرينج راح يطلع بس رينج 10 20 اللي هو الثاني رينج 10 إلى 20 هو ذا نفس بناخذها ونحطها هني بس خلاص نشوف زين refer to the extended according to the command output which three statements are true about the DHCP options entered on the ASA. choose three. هذه البول ستارت بول الأولى اللي هي سيرفر أول خيار أول خيار ده دي إس بي أدرس ستارت بول إند أوف بول إنسايد سيرفر إنسايد كوماند واز إيشوز تو إنيبل ذا دي إس بي سيرفر هذا هي إنسايد سيرفر أي واحدة اللي هي الثالثة The DHCP enable inside command was issued to enable the DHCP server. صح؟ وبعد؟ Outside client. اللي بعد على طول. Outside client. The DHCP auto config outside command was issued to enable the DHCP client. تكون نهاية هني client هني نهاية DHCP server
يكون هني في الانسايد والاوتسايد، واضح يا شباب؟ انسايد واوتسايد، والاوتسايد ويا الكلاينت والانسايد ويا السيرفر، وعندنا الستارت اوف بول والاند اوف بول. زين بالترتيب هذا ولا دي نفس الشيء حبيب؟ شنو الفرق بين هذا ذي؟ يا ذي حق السيرفر سيرفر وكلاينت اي تخربط شوي، نفس الجمله مكرره بس اللي يفرق الكلاينت والسيرفر. الكلاينت والسيرفر هذا اللي يفرق، فشوي لحس مخكم اللي هو ستارت اوف بول واند اوف بول، اخر شيء سيرفر. زين والانسايد نهايه السيرفر، والاوتسايد نهايه الكلاينت. ها والانسايد سيرفر، اذا تلاحظ في الفوق الاول واحده سيرفر، الانسايد سيرفر، الاوتسايد كلاينت. اي اي صحيح، هو حاط لكم فوق صحيح، الانسايد سيرفر والاوتسايد كلاينت صحيح. من ذلك الحبيب هل انت عليكم انكم تحفظون هذه اللي هو ستارت بول اللي اول واحده. ايوه فول اللي هو اسمه، ايوه بالضبط صحيح. زين ستارت اوف بول واند اوف بول واخر شيء سيرفر، قد تلخبط في الاختبار لخبطهم. What is characters اللي هو of a DMZ zone؟ ايوه حبيب DMZ original is not permitted inside network going to the MZ inside. لا خطأ، originally outside going to the MZ network select permit. دي صح طبعا. ثانية ثانية select لي يعني بشكل اختياري. ايه select لفريتي. ايوه فهمتك الحين. فترافيك organizing from the outside network going to the DMZ network is selectability. هني انتبهوا هذه النقطة، هذه الشيء المهم انه يكون خياري، عرفتوا شلون؟ permitted. زين فهذه الكلمة هي المفتاحية لهذا السؤال، واضح يا شباب؟ هني ايضا عندنا سؤال جديد، how does a firewall handle زين traffic when it اللي هو is organizing اللي هو from the public network and traveling to the DMZ network. لحظات بس حبيب، دي تقريبا قبله، هذه نفس السؤال اللي قبله. لحظات بس حبيب لحظات. طيب هذه السؤال تقول نفس اللي قبله، how does firewall handle traffic when is when it is اللي هو organizing from public network اللي بيجي من البابليك الى الى الترافيك الى الدي ام زد. ايوه اي واحده فيهم؟ اللي اول واحده selectively permit. هني ايضا نفس الشيء يا شباب، في عندنا كلمة select literally. زين نفس الكلمة تماما، بعد اضافة قبل inspect and select. اي اضاف بس الانسبكت. ها اي فهمتك. زين يا شباب يقول لك traffic that is organizations اللي هو from the public network is inspective and selectivity اللي هو permitted when traveling to the DMZ اللي هو network. هني ايضا نفس الكلمة وايضا نزيل عليها inspected عدرا. زين river to the except based on the security levels of the interfaces on ASA 1, what traffic will be allowed on the interfaces? زين نيش اسمي قاعد يقول يا حبيب؟ الترافيك الو مسموحة من الصغير، من كبير للصغير مسموح، يعني من اللان والدي ام زد الى السكيورتي الى الانترنت مسموح. اوكي فبنقول من اللان الى الدي ام زد واخر شيء اللي هو
الانترنت هي اخر واحده اكسس تو انترنت هذا هي هنا الو ترافيك فروم لان اند دي ام زد كان اكسس ذا انترنت واضح اللي هو ذي الاثنين يا بعض واضح زين هني يقول لك ان ذا implementation اللي هو of security on multiple devices how does ASA clients differ from Cisco IOS اللي هو access list لحظات حبيب بس ايوه حبيب الاجابة الصحيحة اي واحدة How does is different شو الفرق بينهم الـ ISO قلنا الـ ISO اللي الثانية ثانية ها IOS مع wild card mask والـ ASA with subnet mask اي صح الفرق بين ذي الاثنين صح مزبوط عندنا سيسكو IOS accesses are configured with a wild card mask and Cisco ASA access list are configured with a subnet mask واضح يا شباب هذه هي زين refer to the exhibit a network administrator has configured NAT on an ASA device What type of NAT is used? Inside NAT. Inside NAT, huh? ليش قلت inside NAT? لأن ما في ديناميك. لأن ما في ديناميك. لو في خيار الديناميك يكون ديناميك. إذا كان في خيار الديناميك تحط ديناميك. فإنما إذا ما كان في خيار الديناميك. ما بيكون ديناميك الحين. واضح يا شباب. حلو. What is the purpose of the web type access lists in on ASA? دي الأخيرة. OSS في بأني يوجد. هي هذه قلت لنا قبل شوي. To filter traffic for client less اللي هو SSL VPN users. زين. Which the ASA special hardware modules to the description. زين هني اللي هو ترتيب ذي صح حبيب؟ ال AIP مع ال IBS. ال IBS ويا شنو؟ ال AIP. AIP. زين. لو سبورت تيست اوف 10 اللي هي الاخيره مع الاخيره للاي اي بي اس اس ام لا الاخيره لا الاخيره مع الاخيره حلو وهذا تصير مع وهذا دي سبورت انتي انتي ميل ميلوير اللي هو اوكي مع السيز طيب هني اللي هو سؤال What are three characters of the ASA routed mode؟ طبعا كانت انت سيبيرت مود هنا routed mode لا ده حق transparent ده حق transparent لا ده حق الراوت الحين الراوت انتبهوا يا شباب انتبهوا هنا الراوت على الطبقة الثالثة اي هذا العكس ذلك ذي من احنا اخترناه خلاص يولي هذه اخترناه يولي هذه ما اخترناه صح؟ ايه وعندنا هذه ما اخترناه اللي هو it is the transactional firewall deployment mode صح؟ وعندنا ذي اخترناه فخلاص بنخلينا جاب طلبه عندنا النات كان بي امبلاستريت بتوين اللي هو كونكت نتورك هذا ما اخترناه فبنختاره صح طيب ممتاز ان ويتش تو ان ستيتمنتس زين او انستانسز زين ويل ترافيك بي ديفايند از ات كروسز ذا اس اي 5505 ديفايز
choose to. ايش رايك حبيبي؟ شنو هو الممنوع؟ denied. غير مسموح. denied. اوكي. غير مسموح من الاوتسايد الى الانسايد. من الاوتسايد من الاوت من الزد الى الانسايد. ايه وين هم الحين اللي هو هذا هي الترافيك from the DMZ network going to inside هذا راح نمنعها وراح يكون عندنا ايضا outside الى inside ايه اللي هو from the outside network going to inside network يا شباب زين هذا الغير مسموح هذا الغير مسموح طيب هني خلنا نشوف يقول لك refer to expand based on the security level of the interfaces on the ASA. What statement correctly describes then the flow of traffic allowed on the interfaces? شو القصد أصلا؟ يعني شو اللي يقول لك الإشارة اللي راح تمر إيه بدنا اللان راح تروح إلى السكيوري اللان والدي إم زد راح يروح إلى الإنترنت هذه نفس المساعة يعني نقدر نقول ترافيك زين from the DMZ and LAN to internet هذا هي صح ايوه راح يكون outbound outbound ايش معناته outbound outbound خارج صادر فهمتك طيب a network administrator is configuring the security level for ASA which statement describes the default result if the administrator tries to assign the inside interface with the same security level as the DMZ interface. Strike. طبعا قلنا 80 no either. اللي هو 82 هم نفس المستوى الأمان. No either of there. Not allow traffic either direction. اللي هي الثالثة. ثالثة؟ The not allow traffic in either direction. في أي اتجاه ما راح يسمح بالمرور. The ASA will not allow traffic in either. Either معناته شو اسمه أي جهة؟ كلا. Either direction. اللي هو between the inside interface and the DMZ واضح فاللي فيها either هي الصحيحة يا شباب not allowed traffic in either direction زين what can be configured as part of a network object the object IP address and mask IP address and mask. What is the function of a policy map configuration when an ASA firewall is being configured? حق الاكشن اللي هي بايندينج كلاس ماب وذ اكشن بايندينج كلاس ماب مع الاكشن هذه ويش الكلمه المفتاحيه لها شو يقول شنو هي وظيفه البوليسي ماب اي صح البوليسي ماب تربط البايندينج اها بايندينج كلاس ماب كلاس ماب مع الاكشن مع الاكشن اها فهمتك فبايندينج كلاس ماب وذ اكشنز واضح يا شباب هني يقول لك اللي هو وات از بوربس اوف كونفيجرينج ان اي بي ادريس اون ان اي اس اي ديفايس ان ترانسبورت مود ايش رايك حبيبي
يعني شنو فائدة الاي بي اللي نسوي على الديفايس اللي ترانسبيرنت حق المانجمنت حق المانجمنت. فهمتك. يعني ما نحتاج احنا حق التحويل بس حق مانجمنت حق الاداره حق نقدر نطلع عليه ونعدل. الاي بي بس فائدته حق المانجمنت يا شباب. مشكله بالانجليزي ولا بالعربي سهلين. وات ميتشنسم ايش معناته ميتشنسم ده؟ ميكانيزم آلية طريقة ميكانيزم ميكانيزم عازف is used by an ASA device to allow inspected outbound traffic to return to the organizing اللي هو sender who is on an اللي هو inside network. شو رأيك حبيب؟ اي طبعا اللي هو ستيتفول انسبكشن ستيتفول نربطها بالريتير تو ذا اوريجينال سنت هو اجل نربطها بالريتير ستيتفول باكيت انكس اي بالريتيرن معناته انه هو ستيتفول اللي هو باكيت اللي هو inspection زين stateful bucket inspection راح نقول في الميكانيزم بعد ما تكررت. طيب نقول لك when configuring interfaces on an اللي هو ASA which two bases of information must be included اللي هنا اتذكر النيم وهذه تقريبا ولا غلط النيم والسكيورتي ليفل صحيح اللي هو الانترفيس هي سكيورتي ليفل حق الانترفيس وقلنا اضافه مع الاي بي بس الاي بي موجود الاي بي موجود اي فهمتك. يقول لك a network administrator is verifying the security configuration of an ASA which command protects the exhibited output. توقع شو انترفيس اي بي بريف اي شو انترفيس اي بي وركز انه شو انترفيس وليس شو اي بي انترفيس اي صحيح لان شو اللي قبله نفسه صحيح اي فعلا اللي قبل اخر يعني اللي قبل توقع حق الراوتر وذا حق الـ ASA صحيح هنا يقول لك what interface configuration command command in, is used on an ASA to request an IP address from an upstream DSL device. قلنا دي اس ال اللي هي الاخر واحده بي 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 او او بي 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 او او اذا جلكم هذه لو دي اس ال مباشره تختار الترابل بي او اي يس ما عرفت يا شباب زين. هنا يقول لك وات كايند اوف نات از كونفيجرد اون ذا اي اس اي ديفايس دايناميك بات دايناميك بات زين ممتاز. هذا نفس الرسم تقريبا المساواه بس فيه دايناميك وهنا في دايناميك بينما اذا ما كان في دايناميك تختار انسايد واضح. زين الاثنين اخر سؤال طبعا هني عندنا ان ويتش تو انستنسز ويل الترافيك بي دينايد از ات crosses in the ASA 5506X device. متى يكون مو مسموح حق ترافيك المرور؟ اي اذا كان اللي هو من الدي ام زد الى الانسايد صح؟ اي شيء الانسايد غير مسموح. اي الدي ام زد او الاوتسايد. او الاوتسايد الى اوكي. جميل جدا. خلنا نرسل الان. في كذا السؤال ما جاوبنا عليه. شو بنعرف ذكر؟
قلنا 100 شكلنا انشالت الإجابة أو شيء. زين الآن أرسلنا، الآن نقدر نستعرض النتيجة. جميل، درجة كاملة، يا سلام. طيب الآن خلنا نطلع على الأسئلة اللي جابهم حبيب، بس ثواني. أوكي حبيب، خلنا نتناقش على هذه الأسئلة بداية من 10. زين اللي هو بيزد فاير ويلز. زين هني خلنا نشوف هذا السؤال، اتوقع بيجينا. which statement accordingly، ايش معناته accordingly؟ بالضبط. accurately، accurately is a crisis to iOS based on the operation. This applies to Cisco iOS zone based policy firewall operation. شو القصد هني؟ يقول شنو الجملة اللي تصف بالضبط اللي هو شو اسمه زوم بيست بوليسي فاير وول اوبريشن حق عملية ده. اها، واذا باس اكشن ورك اونلي اون دايركشن اللي هو المرور مفعل فقط في الاتجاه، بس وحال الاتجاه في اتجاه واحد. اي وان دايركشن اتجاه واحد. اي يعني الدي ام زد شو اسمه، هذا الدي ام زد صح ولا شنو بالضبط؟ ذي الاي او اس، الاي او اس زون بيست صح؟ الاي او الزون بيست بوليسي، زون بيست بوليسي. زون بيست بوليسي يا شباب يكون ذا باس اكشن اللي هو وركس ان اونلي وان دايركشن، واضح راح يكون في طريق واحد. جميل جيد. الان خلينا نروح حق النقطه اللي جاي اللي بعدها. How does ZBF؟ هذه ما أتوقع أنها تبعنا ولا تبعنا. ها حبيب؟ إيه ويانا ذا يعني. إيه أنا أقول لك How does ZBF؟ عن إيه ZBF Zone Based Firewall. اختصار له يعني. هذه Zone بس BBP Policy. أوكي. Zone Based اللي هو ال هني بي فاير وول زون بيست بوليسي فاير وول. فهمتك. فاير وول ايوه، الزون بيست بوليسي فاير وول هاندل ترافيك بتوين ان انترفيس ذات از زون ممبر اند انذر انترفيس ذات دازنت اللي هو بيلونج تو اني زون. راح نقول دروب. ها هنا كأننا نقول إشارة معروفة وإشارة غير معروفة مجهولة، شو يسوي فيها؟ يحذفها مع طول دروب. إذا كانت في إشارة مجهولة وإشارة معروفة يقوم يحذف الثنتين يا بعض. فهمتك. زين هني يقول لك which statement describes a factory to be considered when اللي هو configuring a zone based policy firewall. شو القصد هني؟ يقصد العبارة اللي تصف الفاكتور أثناء تكوين zone based policy firewall. يقول زون ديسك ماست كونفيجر، يتم تكوينه مع زون سكيورتي جلوبال عالمية. بيفور كان بيوز ان ذا زون منبر، قبل ما تقدر تستخدمه في زون منبر سكيورتي لازم تسوي له جلوبال. لازم تصير جلوبال. فهمتك. زون ما تقدر تستخدمه في زون وذ ذا زون سكيورتي جلوبال كوماند بيفور it can be used in the zone member security command. صح. طيب هني يقول لك which statement describes one of the rules that govern then interface behavior in the context of implementing a zone based policy firewall configuration. شو القصد هني؟
قفر قفر شنو قفر انترفيس ايوه حبيب وهنا قلت له السلوك حق الانترفيس ايوه سلوك الانترفيس ها اثناء تنفيذ الزوم بيس بوليسي فاير وول كونفيجريشن اها ايوه يقول لك باي ديفولت ترافيك الو تو فلو امونج انترفيس ذات ار ممبر اوف ذا سيم زون الاشاره مسموح لها بالمرور حق الشخص اي عضو وهو جزء او مضاف في نفس الزون اي فهمت باي ديفولت ترافيك از اولويد تو فولو امونج ايش معناته امونج ذي خلال او عبر من خلال ايوه عبر اللي هو الانترفيسز ذات ار ممبرز اوف ذا سيم زون اذا كانت في السيم زون زين في الزون نفسه زين عموما هني خلنا ننزل disconnect ZBF زين اللي هو زون بيس بوليسي فايرول زين عندنا records زين several steps which type envelopes defining boundaries where traffic is supported to policy respectations as it crosses then to another region of the network شو رايك حبيب شو القصد هنا يقول في اي خطوه تجبر الاشاره تتجه اتجاه معين في ريجن معين ما تروح على اتجاه يعني يقول اي فهمت سب ريستريكشن اللي هو اتوقع اجبار ريستريكشن اللي هو ذا اي ريستريكشن قيود زين هني الاجابه اللي هي ديترماين ذا زون تحديد ديترماين او ايش تحديد الزون يمكن ديترماين ذا زون اي بالتحديد بالضبط زين تحديد اللي هو الزون تحديد الزون حق تجبر الاشاره انها تتجه الى اتجاه معين طيب يعني كانك تقول مثلا حدد الزون اللي تتجه لها الاشاره او الريجن اي فهمتك When a Cisco IOS zone-based policy firewall is begin configured, which two actions can be applied to a traffic class? Strike. لو درب اسبكت له شيء مرت علينا الفحص والحذف هذا دور الزون فاير بان كونفيجريشن وش تو اكشن اللي حق ذا اللي هو الدروب فحص والحذف المنع والحذف ايوه عندنا واتش 3 ستيتمنتس ديسكرايب زون بيست بوليسي فاير وول رولز ذات جوفرن انترفيس بيهافيور and the traffic moving between zone member interfaces. Then choose three. شتا حبيب؟ بارش طولهم هذا لحظة. To permit traffic اللي هو حق السماح للذا from zone member interface a policy allowing our unspec traffic must be configured between the zone and any other zone if traffic is to flow between an interface and router each interface must be member of zone يقول لك باس انسبكت اند دروب اوبشن كان بي ابلايد بتوين تو زون اللي هو الباس والانسبكت والدروب باس انسبكت دروب اوبشنز والثانيه تطبق على الثنتين الزونين اف ترافيك از فولو بتوين اول انترفيسز ان راوتر ايج انترفيس موست بي
A member of the of Azon. توبر يقول عنده عبور أي إشارة بين انترفيسين يجب أن يكون ثنتين هم منبر في الزون نفسه. أها. To provide traffic to and from a Zoom member interfaces a policy allowing of expecting traffic must be configured between that zone and any other اللي هو zone. طيب سؤال طويل ده. طيب which statement describes a picture of a zone based policy firewall؟ القصد هنا الزون شنو هي الخاصية اللي حقت الزون بيست بوليسي تصف ال شو اسمه ديسكرايب تصف ال ان هو هنا يقول لك ان الزون ما تعتمد على اكسس ليست. اللي هو الزون doesn't depend on ACL. لا بالنسبة للزون it doesn't اللي هو not dependent on access list. زين حلو. يقول لك in what step of zone based policy firewall configuration is traffic indefected اللي هو for policy application في أي مرحلة يتم identify معرفة هوية الإشارة traffic configuration class map configuration class map configuration class map. زين عندنا when configuring a class map for a zone based policy firewall how is the match كريتيكال هذا شنو ذا ما اشوفه كريتيريا كريتيريا اللي هي الحرجة النقطة الحرجة يمكن كريتيريا كريتيريا applied when using the match all parameter معايير الربط وين كونفيجر كلاس ماب زون بيس فيرو هاو تو ماي يوزنج ماتش بارامتر ترافيك ماس ماس اول ذا ماتش كريتيريا سبيسيفيك ان ذا ستيتمنت هذا ترافيك ماس ماس اول الترافيك يجب ان ترتبط مع جميع المعايير حقت سبيسيفيك ان ذا سميث جميل يجب ان هي ترتبط مع كل المعايير حقت طيب ان ذي زد بي اف زين اللي هو الديزاين وات از ديسك ديسكرايب ات از ذا سيلف زون دي مرت علينا وين مرت زد لو سيلف زون ما ادري كذا قبل شوي جات ذا راوتر ات سيلف انكلودنج انترفيس وذ اسايند اي بي ادريس ذا راوتر ات سيلف اي نفسه itself ركز على itself في itself zone itself router itself itself okay including all interfaces with اللي هو assigned IP addresses اللي هو self zone router itself جميل which statement describes a zone when implementing اللي هو ZBF on a Cisco router زون استابلش سكيورتي بوردر اوف نتورك يعني نقول حدود الشبكه ماي بس السؤال هو العباره التي تصف تنفيذ الزد بي اف على سيسكو راوتر زون استابلش اللي هو انشاء الزون security border of network ايوه انا خلصت الاسئله خلصنا العاشر راح نروح حق ال11
هذه كم سؤال دي؟ هي 12 سؤال اتوقع كلهم 12 11 اي بس اتوقع 11 ما في اسئله كثير ما لها علاقه اتوقع باللي لها علاقه بالاي بي اس بس ما لها علاقه بالاي او اس لان اي بي اس احنا مع الاي اس اي اها استحضرت حبيب طيب يقول لك what is an IPS signature نيت توقيع مقصود توقيعات الاي بي اس يعني شنو هي العلامه اللي حطها الاي بي اس على اساس يعرف خويه اها فهمتك طيب it is a set of rules used to detect types typical instructive اللي هو activity شو المقصد هنا تترول يعني حط قواعد تستخدم في تحديد typical intrusive activity يعني مثلا نقول النشاط النشاط للشغله اللي هو يبي يحددها يعني كلمه set rules نحفظ كلمه rules set of rules set of rules زين حلو جميل signature set of rules فهمتك طيب هنا يقول لك which network technology uses اللي هو splitting defies that forward all traffic including layer 1 errors to an analysis device شو القصد هنا؟ الإجابة network tab اي بس شو القصد من السؤال؟ توقع ما عرفته يقول لك في اي باسف باسف ما الباسف وش اسمه الثاني في كلمتين احنا اللي الباسف والناتف يمكن ما ادري ايش اسمه مساء خلناهم ما هي تقنيه الشبكه التي تستخدم جهاز تقسيم سلبي يعيد توجيه كل حركه المرور بما في ذلك اخطاء الطبقه الاولى الى جهاز تحليل يعود كل المشاكل والتقسيمات وكل شيء الى اللي هو جهاز تحليل بيحط النتورك تاب بس ما اعرف شنو هذا التاب مقبض صنبور قرع طيب انيركور تاب از كوماند تكنولوجي ذات از يوزد اوكي معلن من طيب What is characteristics of an IPS operating in inline mode? خصائص الـ IPS في الـ inline mode. هذه inline mode شنو هذه وضعيها؟ ما هتذكر الـ inline وفي شغلة ثانية غير inline بس ما نتذكر لو كل واحدة لهم تفاصيل. كان ستوب مانيشر ترافيك فروم تريشينج ذا انتندد تارجت من هدف معين يوقف المانيشر ترافيك العلامه ملي كوينز ترافيك فروم ريشينج ذا انتندد تارجت صح طيب ما ادري يحفظوها حفظ الله يعينكم I can stop طيب ما علينا زيرو داتا ما له علاقة علاقة بالهاكر ما له علاقة صح فنعدي زيرو داتا ما توقع له علاقة بالدروس لها What is a feature of an IPS خصائص الـ IPS can stop in each packet إيقاف اللي فيها عدوى فيهم برامج خبيثة it can stop الباكت اللي فيها برامج
ماليكوز ذي اسمها صح، ماليكوز ذي ماليشياس اللي هي الخبيثة ماليشياس إذ كان اللي هو ستوب ماليشياس الباكت، ماليشياس معناته البرامج الخبيثة زين ماليشياس أوكي. ويتش نتورك موتورينج اللي هو تكنولوجي بيسيفلي اللي هو مونتينرز نتورك ترافيك تو ديتكت اتاكرز اتاكس. يعني قلت شنو اللي يستخدم بس في مونيتور اللي يستخدم بس اي بس مراقبة حق المراقبة بس اللي ما كان معروف هذا علمني اياها استاذ زكي الله يعطيه العافية الاي دي اس صح؟ اي دي اس هو البس مونيتورينج اي دي اس حق المراقبة بينما الاي بي اس يتخذ القرار زين اصلا من اسمه ديتكشن كاشف اوكي ديتكشن زين يقول لك which open source network monitoring technology performance اللي هو real time traffic analysis and generated alerts when threats are detected on IP networks. شو القصد هنا؟ المصدر حق التكنولوجي المراقبة في الوقت الفعلي حق تحليل الإشارة وإنشاء ويعطي علامة أو رسالة إذا فيه شو اسمه حد الاي بي نتورك فيه هجوم على الاي بي نتورك اسمه سنورت اي بي اس. احنا اخذنا انواع الاي بي اس سنورت وذي، انا ما اتوقع اتوقع لها علاقه بش اسمه والله ما اتذكر اي اخذناه ولا لا بالهاكينج والشنو امور. احنا الاي بي اس علاقتنا وياه مع الاي اس اي. اها خلينا نشوف عموما هني اللي هو سيسكو بلاتفورم سبورتس سيسكو سنورت اي بي اس قلت لي ما اخذناه بس هني جهاز ترى 4000 سيريس. هو 4000 ها؟ شنو هو الجهاز؟ اي اس ار بس اخذنا اي اس ار، احنا ما اخذنا اي اس ار. ما اخذنا ذي، ما اخذنا. اخذنا 9000 ومري كم. والله اختصارات كثيره اخذناها ولا ندري عنها اصلا. أيوة. من كثرتها ما بعرفينها. هذا المشكله. Which device supports the use of span to enable monitoring اللي هو of من lectures صح activity شنو الجهاز اللي يدعم السبان حق تفعيل مراقبة البرامج الخبيثة أو نشاط البرامج الخبيثة اللي هو الكاتاليست. الكاتاليست تذكر الكاتاليست تذكره اي خلناه موجود عليه سؤال كاتاليست فهو الكاتاليست ها له اوامر كيف خلنا نشوف هني معرف لنا السبان شنو هو خلنا نعرفه بالعربي يقول لك سبان هي احدى تقنيات سيسكو التي تسمح بإعادة توجيه حركة المرور من منفذ واحد الى منفذ اخر سبان تسمح اللي هو بإعادة توجيه كل حركة المرور من منفذ واحد إلى منفذ آخر هذه فائدتها وتسمح بها أجهزة سيسكو هي من أنواع الـ IBS تقريبا اللي هو سويتش ها طيب من أنواع الـ IBS أظنها هو شغلات يمكن طيب هني يقول لك What is a host based instructions detection اللي هو سيستم HIDS ال HIDS combine of functionality of anti malware
وين؟ انت من وين؟ ابلكيشن وذ فاير وبروتكشن. هو يقول له ما شغله مجو... ايه وظيفه ثنائيه انتي مال وير مع فاير وول كومباين مدمج اثنين نظام اثنين مع بعض اسمه هاي الكومباين. فجيه كان جهاز في جهازين في جهاز جهازين جهاز. فهو يجمع بين وظائف تطبيقات مكافحه البرامج الضاره وحمايه جدار الحمايه. زين اتس كومباينز ذا كومبريتر يعني ال اتش دي اي هذا ال اتش اي دي اس يجمع بين الاثنين اللي هو الانتي مالوير والفاير وول بروتكشن. زين واتش نتورك مونيتورينج كابابيلتي از بروفايدد باي يوزينج سبان. شو القصد؟ ما هي ال ترافيك سايندنج انترينج سويتش؟ ما هي امكانيات مراقبه الشبكه التي توفر او تزود بس بس بان بالطريقه ذي؟ اها كان نقول شنو يقدم لك سبان في قضيه مراقبه الشبكه. يقول لك الترافيك اكزايتنج اند انتر الاشاره الطالعه والداخله من السويش از كابل تو نتورك مونيتور ديفايس تنسخ الى جهاز مراقبه الشبكه. تنسخ الى جهاز مراقبه الشبكه. جميل. يقول لك وات نتورك مونيتورينج اللي هو تول كان بي يوزد to carry packets moving through one port and send those cabies to another port for analysis. إذا تبعنا ذا حبيب ولا ما تبعنا؟ حبيب؟ لا الإسبان ما أتذكر معنا بس الإسبان وياك. يلا خلنا حق الـ12 آخر واحد. زين which IBS signature trigger category uses the simplest triggering mechanism and searches for specific اللي هو and predefined atomic or composite pattern. شو قصده هني اصلا؟ بس اكدت عليه انت بساعة حبيب. والله سؤال طويل اجابته pattern based detection. بس خلنا نشوف معناته عشان ممكن يجينا ولا شيء. زين يقول لك ما هي فئة مشغل توقيع IBS التي تستخدم أبسط آلية تشغيل وتبحث عن نمط ذري أو مركب محدد مسبقا؟ قلنا اللي هو الباترن اللي هو Based Detection. أوكي شباب ما بهوني ولا بوليسي ولا انومالي. لا نكتب باترن بيزد اللي هو دراكتر. هذا المرشح انه يجي في الاختبار. عندنا هني وات تيرم ديسكريبسيز ذن ا سيت اوف رولز يوزد باي ان اي دي اس اور اي بي اس to detected typical intrusion activity صح. شلون هذي شو القصد للسؤال حبيب؟ activity يقول شنو هو العبارة التي تصف تكوين القواعد التي تستخدم حق الاي بي اس والاي بي اس حق تحديد نموذج النشاط العدوى او ايش نموذج نشاط التطفل او الهجوم.
بالضبط، ما المصطلح الذي يصف مجموعة من القواعد المستخدمة من قبل IDS وIBS للكشف عن نشاط التطفل النموذجي؟ زين، راح نقولها سيجنشار. سيجنشار مفهوم حل السؤال بس إن شاء الله خير. Which type of alert is generated when an IBS incorrectly identifies normal network user traffic as attack traffic؟ شو القصد هني؟ هنا يقول لك اذا الاي شنو يستخدم الاي بي اس اذا الايدنتيفاي غير صحيحه، انكوركت ايدنتيفاي. اها انكوركت ايدنتيفاي نقول فوز بوزيتيف. اي انكوركت. ما هو نوع التنبيه الذي يتم انشاؤه عندما التنبيه عندما يحدد الاي بي اس بشكل غير صحيح حركه مرور مستخدم الشبكه العاديه كحركه مرور هجوم نمو يكون في هاكر؟ زين، فهني يقول له فولس بوستيف، صح بوستيف. شو القصد من هذا اللي هو فولس بوستيف؟ طيب إجابة خاطئ. ما أدري يعني شو معناهم بالضبط. ما غريب. طيب what is characteristics of the snort subscribed تقريبا rule set turn based subscription؟ شو القصد هني؟ ولا ما له داعي لنا؟ ما بلنا صح؟ لأن هذا حبيبنا متبعنا. ما هي الخاصية حق snort subscribing rule؟ قواعد سبسكريبشن. سبسكريبشن اللي هو اشتراك. زين. سنور. والله ما ادري مرات علينا سنور في ما اتوقع ان تبعنا. زين. واتش كلاسيفيكيشن. اتوقع فري مو بفي بس غلطان. يمكن ايه. اندتكتد ذات ان اليرت از فيرفيد از ان actual security inside it in the middle of the day. نشوف incident ها incident. ايوه هذه security incidents. زين هني ترو بس بدر على سقاط الزمن ما اتوقع ان احنا اخذناها حقيقه. زين إجابي صحيح. نعم ما أدري هذا. بروبوزيتيف وذا ما مر علينا. ما مر علينا، خلنا نمشي عليهم أجل. وهذه ما مر علينا أول مرة أشوف المصطلح. VBLG أول مرة أشوفه أنا. والVBG ما مر، ما أتذكر. هذه مرت ذي. What are three actions that can be الباس والألف موجودة من الباس والألف. يعني عندك اللوج والباس وال الليرت سنورت اي دي بس تحق سنورت احنا اخذنا سنورت اللوج والباس والالم اخذنا سنورت ما اخذنا ما اتذكر بس عموما ما ادري لها علاقه بالاي بي اس اتوقع. زين هني ممكن ذي لان في موجود اللي هو الفاير باور which device is detected هذا واحد سؤال وحيد على الفاير باور اي in line third protection awareness that is effective against both known and unknown threats. شو القصد هني تتوقع؟ ها حبيب ولا نترجمه؟ أونلاين ثريت بريفنشن تمنع الجهاز الذي يمنع الهجوم. طيب
طيب نقرأ الترجمة. ما هو الجهاز الذي يعد جهازاً مضمناً مخصصاً لمنع التهديدات يكون فعالاً ضد التهديدات المعروفة وهم غير المعروفة؟ زين، فهو راح يكون يحميك من اللي هو التهديدات المعروفة وهم غير المعروفة، اللي هو عندنا اللي هو سيسكو فاير باور ان جي النكست جينيريشن دي اي بي اس. زين، نكست جينيريشن اي بي اس. زين، فأتوقع هذا السؤال مهم. زين، which rule action will acos اللي هو snort IBS to block a packet without logging it okay. is drop ما توقع تبعنا ذا. زين، هذه ما بتبعنا صح؟ ما بتبعنا. أول مرة أشوف هذه تولز. تبعنا ولا ما تبعنا ذا؟ What is the source for IBS rule update؟ ما توقع سيسكو تولز. ما تتوقع ها؟ على الله، يمدي إن إحنا نرتاح بس قبل الاختبار. يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك حبيب. شباب لا تنسون الاشتراك مع تفعيل الجرس وأيضا اللي هو الإعجاب بهذا الفيديو. يعطيكم الصحة والعافية، شكرا لك حبيب، يعطيك العافية. تعبناك في اليوم بس إن شاء الله تعب مخلوف. إن شاء الله تبارك وتعالى كلنا نجيب الدرجة كاملة، وهذه مذاكرتنا حق اليوم، وإن شاء الله يا رب أن تكون الأسئلة مضمنة ضمن الأسئلة اللي احنا حليناها، وأنتوا أيضا عندكم اللي هو النموذج تقدرون ترجعون له من هذا الموقع في أي وقت، اللي هو موقع قناة محاضرات الكلية التقنية بالأحساء. شكرا لك حبيب مجددا، يعطيك العافية، ونشوفك إن شاء الله على خير.